صباح الخير الاحباب ديالي، اهلا وسهلا بكم في القناه ديالكم ديليس كيما كوين. اليوم باذن الله في اللايف كيف تعودنا مع الزوج غادي نحضروا وصفات مختلفه بطريقه مختلفه. غنحضر لكم لي الوفل او لي كوفر بطريقتين. كتشوفوا راهم جوج طرق مختلفين، غادي تكون عجين وحده لكن بطريقتين. غادي نحضروا مع بعض طنجيه بطريقتي كتجي زوينه بزاف، هي الطريقه اصليه قديمه مع بعض الاضافات. نتمنى انكم تدخلوا وتشوفوا الطريقه. غادي نديروها ان شاء الله في الكوكوز، لكن غنوريكم اسرار اخرى ممكن ديريها بها. غادي نحضروا مع بعض حتى زالوك ديال الفرن بالطريقه اللي وريتكم داك المره. من الفرن نيشان غادي تخرجيه للتبصيل، شي حاجه زوينه بزاف وتجي لذيذ 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 بزاف بزاف بزاف. كلشي غادي يكون في اللايف، نتمنى انكم تحضروا باش تستافدوا اكثر. كنبغيكم بزاف وبسلام عليكم، نهاركم سعيد.